السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد ان شاء الله الوحدة بتاعة البطنطة. الوحدة بتاعة البطنطة يا جماعة اللي هي الوحدة 20 دي مزهقة ناس كتير جدا من كتر المعلومات اللي فيها والارقام اللي فيها، وفي حاجات كتير بتلخبط. فعشان كده ان شاء الله هناخد الاسئلة بتاعتها كلها صح والغلط، الوحدة كلها جزئية جزئية ان شاء الله. هنبدأ بأول حاجة في الوحدة، في الانواع الكاتيجوريا دي البطنطة، انواع البطنطات اللي هي موجودة. واول حاجه فيهم هي البطنطه قائم، احنا خدناها في باب البطنطه اول واحده اللي هي اقل نوع واصغر نوع من انواع البطنطات. هنا الاسئله عليها كلها بيقول ايه. اول سؤال بيقول كل بطنطه دي كاتيجوري قائم، بيقول لك مع نوع الرخصه اللي هي القائم سي بوسن وكوندورا الكوادرو تشيكلي ليجيري، ممكن هتسوقي اللي هو العربيه الصغيره اللي هي باربع عجلات كوادرو تشيكلي ليجيري، وده صح من ضمن الحاجات اللي هي اللي شكل موتوري الكوادرو تشيكلي ليجيري، اللي قلنا الفوليتشيتا بتاعتها لغاية 45 والبوتنسا بتاعت الشلندرات عفوا الشلندرات بتاعتها لغاية 50 سي. وكذلك الكوادرو تشيكلي ليجيري بيندرج من ضمنهم برضك، فهتتساب البطنطة قائم صح. تاني واحدة بيقول كل بطنطة دي كاتيجورية قائم، برضك هتسوقي بالقائم سي بوسطن وكوندورا، هتسوقي تشيكلو موتوري ادواروتا اللي هو الموتوسيكل اللي بعجلتين اتشيكلو، خدوا بالكم يا جماعه من كلمه اتشيكلو وموتو، اتشيكلو اللي هو الموتوسيكل الخفيف دايما علموه كده زي ما يكون التشيكليته يعني زي العجله، انما الموتو اللي هو بتبقى طبعا قوته اكبر وعالي وبيتساق برخصه اقوى من كده، فدايما علموا التشيكلو موتوري بدور روطه الموتوسيكل الخفيف اللي هي سرعته برضك لغايه 45 والشلندراته بتاعته لغايه 50 سي، بتتساق بالبطنطه قائم. فطبعا الضمانته دي كمان صح. نمره 3 بتقول لا بطنطه دي قائم النوع ده قابلت الا جويدا، دي بيقولك بيسمح لك تسوقي الموتو تشيكلي، خدوا بالكم هنا قالك ايه الموتو مش اللي تشيكلو، الموتو تشيكلي يعني هسوق بالقائم الموتوسيكلات الموتو الكبير بوركي بشرط تضغطي دي موتور الكتريك بشرط ان الموتور بتاعها يبقى كهربا. طبعا كل الضمان ده غلط لان القائم ما بتسوقيش بيها موتو نهائي، اي موتو ما بتسوقش بيه القائم، ما بتسوقيش الا اللي تشيكلو موتوري، تشيكلو موتوري بس. يجي يقول لك اي موتو بالقائم ايا كان بقى كهربا مش كهربا بوتنسيته، لا كله يبقى غلط على طول وانتم مغمضين. اللي بعدها نمرة 4 لبطنطة دي قائم بوي اسري ريلاشاتو، بيقول لك ان ممكن تطلعي او تصدر يعني الرخصه اللي هي القائم دي ممكن تطلعيها سينسا دافيري سوستينيري للايزامي من غير ما تعملي او يعني تخضعي او تعملي الامتحان اللي هو الايزامي تراتشا ابراتشا اللي هو الايزام التراتشو اللي هو الايزام التوريه يعني الامتحان النظري والامتحان العملي، ممكن تطلعي الرخصه دي من غير ما تعملي الامتحانين دول. ايه بيقول لك بوركي بشرط ايه ريكيدنتي سي ماجورين، بحيث ان اللي بيطلع الرخصه اللي هي القائم دي يبقى كبير يبقى ماجورين، وعشان هو ماجورين فوق 18 سنه ممكن في الحالة دي لا هيخضع ولا هيعمل الامتحان النظري ولا العملي وياخد كده القائم لوحده من الهوا ويروح يسوق الموتوسيكل. طبعا كل الضمان ده غلط، مفيش حاجة اسمها عشان هو كبير ماتجورينا اطلعها من غير اي امتحان ولا اي ايزام، طبعا غلط على طول. بعدها نمرة 5 بتقول لا بطنطة قائم النوع ده بيقولك بوي اس عفوا ابيليتا عفوا معلش اتلخبطت ورا بعض، لبطن طائم من نمره 5 بتقول ابيليتا الا جويدا دي تشيكلو موتوري، تسمح لك بتسوقي التشيكلو موتوري اللي هو الموتوسيكل الخفيف كوم موتوري تيرمكو والموتور بتاعه بيبقى حراري نون سوبريور تشينكوانت، اهو كده صح كده تمام. بيقول لك ان البوتنسا بتاعته عفوا الشلندرات بتاعته نون سوبريور تشينكوانت يعني مش بتطلع فوق 50، وده اللي احنا قلنا عليه، قلنا كل اللي تشيكلو موتوري او كل حاجات القائم الفوليتشيتا بتاعتها كورانتا تشينكوا وشلندراتها لغاية 50 نون سوبريور 50 سي، ما بتطلعش فوق 50، وطبعا الضمانتة دي صح. نمرة 6 بتقول كون لبطنطة دي كاتيجورية ام ممكن تسوق بيها ايه برضك سي بوسطن كوندورا الكوادرو تشيكلي، هتسوق بيها الكوادرو تشيكلي لغاية كده صح، بس هنا بيقولك ايه مفروض للجيري، هنا قالك نون للجيري اللي هو مش خفيف كوم بوتنسا البوتنسا بتاعته فينو لغاية 7 كيلو وات، طبعا غلط اساسا، والبوتنسا اصلا بتاع الكوادرو تشيكلي هي من 4 لـ 6 في القائم، ممكن تكون لغاية 4 وممكن تطلع من 4 لـ 6، فهنا بيقولك نون البوتنسا فينو لغاية 7 وهو نون للجيري مش خفيف كمان، فطبعا غلط على طول ما ينفعش اسوقها بالبطنطة قائم، لا القائم لازم كوادرو تشيكلي للجيري.
نمرة 7 بتقول لبطنطة دي ام ابليتا اللاجويدا دي تشيكلو موتوري كوم موتوري الكتريكو. بقولك ممكن تسوقي بيها تشيكلو موتوري اللي هي الدراجة النارية الخفيفة الموتوسيكل الخفيف كوم موتوري الكتريكو، يعني الموتور بتاعه بيبقى كهربا. دي بوتنسا، البوتنسا بتاعته نون سوبريوري 4 كيلو وات، يعني البوتنسا بتاعته ما بتطلعش اكتر من 4. واحنا قلنا طبعا صح ان اللي تشيكلو موتوري البوتنسا بتاعته كلها اللي هي بتاع البطن طايم لغاية 4 كيلو وات، 4 كيلو وات. بعد منها نمرة 8 بتقول كل بطنطة قائم بيقولك مع الرخصة دي كاتيجوري قائم الصنف ده، بيقولك سي بوستون كوندورا تشيكلو موتوري هتسوقي بيها ايه الموتوسيكل الخفيف اللي هو التشيكلو موتوري يا دوا روطة بعجلتين منتري بير كوندورا تشيكلو موتوري تري روطة. بيقولك ممكن كمان هتسوقي بيقولك عشان تقدري تسوقي التشيكلو موتوري تري روطة اللي هو بتلات عجلات، خدوا بالكم هنا بيقولك ايه هتسوقي بالقائم اللي تشيكلو موتوري دو روتا صح كده لغايه عجلتين اتنين، وبقولك منتري بير كوندورا بقولك عشان تقدري تستطيع انك تسوقي اللي تشيكلو موتوري تري روتا اللي تشيكلو برضك اهو بس بتلات عجلات اللي هو التوريت سيكل اللي هو بتلات عجلات ده. بقولك الكوره لبطين طائم لازم عشان تسوقي التريتش اللي تشيكلو موتوري تري روتا ده لازم يبقى معاكي البطين طاقون. طبعا غلط الضمان ده، لا انت ممكن بتسوقي بالا ام اللي تشيكلو موتوري دو روتا واللي تشيكلو موتوري تري روتا وبتسوقي الكوادرو تشيكل ليجيري بتسوقي بيهم الثلاث حاجات دول، فمش لازم عشان انا اسوق الكوادرو تشيكلي اللي تشيكلو موتوري تري روتا اللي هو بثلاث عجلات لازم يبقى معايا الاون. طبعا غلط الضمان ده على طول. بعدها نمرة 9 بتقول لبطين قائم كونسنتيتو بيقولك مع الرخصه قائم دي مسموح لك كي كومبيتو كواتور دي تشاني، يعني بيقولك اذا انت كملت 14 سنه دي كوندورا تشيكلو موتوري ممكن تسوقي بيه الموتوسيكل الخفيف ان توتي البايزي دي الاوني اوروبيا في كل دول الاتحاد الاوروبي. وده طبعا غلط من ضمن الحاجات يا جماعه اللي هي كلمه سولون ايطاليا دي تحفظوها في الوحده بتاعه البطنطه الارجومنتو بتاع البطنطه فيها تلات حاجات سولون ايطاليا هنعدي عليها واحنا بنحل الاسئله من ضمنها الضمانده دي. فقط في ايطاليا سولون ايطاليا مسموح لك تعملي البطنطه قائم وانت عندك 14 سنه فقط، ما ينفعش تسوقي في اي دوله تانية ان انت يبقى عندك 14 سنه وتعملي الرخصه اللي هي بتاعه القائم. فقط ايطاليا هي اللي ذكيه وعامله 14 سنه، 14 سنه ده يعني في تانية تالتة اعدادي لسه عيل متهور ما عندوش خبره ولا اسبرنسا في السواقه فممكن يخبط في اي حاجه، فالموضوع ده عاملينه جوه ايطاليا بس، انما بقيه دول الاتحاد الاوروبي لا. عشان كده بقولك ممكن ان توتي البايزي دي اوني اوروبيه ممكن في كل دول الاتحاد الاوروبي تسوقي اللي ب 14 سنه للشكل موتوري. طبعا الضمان ده غلط سولون ايطاليا فقط في ايطاليا بس هي اللي عامله الموضوع ده، وطبعا ده موضوع مش صح يعني. طيب نمرة 10 بتقول لبطنطة دي ام الرخصة اللي هي ام دي كونسيجويتو دي المينو تري ان، بيقولك ممكن بعد ما تاخديها على الاقل تقعدي 3 سنين، خدوا بالكم الضمان اهي هتعملي الام وانت عندك كام 14 سنة زي ما قلنا. بعد كده بيقولك المينو تري ان هتقعدي 3 سنين بعدها يبقى عندك كام 17 سنة. قابلي تقلى جويدو دي موتو تشيكلي هتسوقي بعدها الموتو دي بوتنسا، البوتنسا بتاعته فينو لغاية 11 كيلو وات، لغايه 11 كيلو وات. احنا قلنا الاونو يا جماعه لو فاكرين الاونو فيها ايه فيها اللي بتاخديها وانت عندك 16 سنه وبتسوقي بيها الموتوسيكل الدواروطة او الموتوتشيكلي اللي هو الموتوتشيكلي بقى مش تشيكلو موتوري الموت اللي هي البوتنسا بتاعته لغايه 11 كيلو وات، دي بتاخديها وانت عندك كام سنه؟ بتاخديها وانت عندك 16 سنه. فهنا الضمان ده غلط على طول ليه؟ لان بيقولك هتعملي الام وبعد كده المينو تري ان على الاقل تقعدي سنتين يبقى 17 سنه، لا هي الاونو بتاخديها وانت عندك 16 مش 17، مسموح لك تسيبي بيها الموتو تشيكل اللي هو لغايه 11 كيلو وات زي ما هو كاتب لك كده. بس الغلط هنا بيقولك المينو تري ان، لا هي المفروض سنتين اتنين بس بتسوق بيها الموتو تشيكل اللي البوتنسا بتاعته لغايه 11 كيلو وات، فعشان كده الضمان ده كده غلط على طول. نمرة 11 بتقول كل بطنطة قائم مع الرخصة قائم دي كاتاجوري قائم الصنف ده يعني من البطنطة سي بوسونو كوندورا تشيكلو موتوري اتري روتا، ممكن تسوق بيها تشيكلو موتوري اهو اللي تشيكلو موتوري اللي هو الخفيف ده اللي هو تري روتا اللي هو بتلات عجلات،
هو ده الصح اللي احنا ممكن نسوق بيه. قلنا بنسوق بيه الدوا روتا تشيكل موتور دوا روتا وتشيكل موتور تري روتا، وبنسوق بيه الكوادرو تشيكل بالليجيري. كل ده بتسوقيه بالباطنطة اه ام، تبقى الضمانة صح على طول، اللي هو تشيكل موتور تري روتا مع الاي ام. نمرة 12 بتقول لباطنطة اه ام كونسيجويتو دا المينو دو اني مع الرخصة اه ام، هتقعدي على الاقل سنتين اتنين. كونسنتيتي دي ترانسبورتاري باساجيري، مسموح لك تحملي ركاب وراكي انكي سي الكونديتشينتو، حتى لو السواق ايه من يورينا، يعني صغير مش ماتجورينا بقى عنده 18 سنة، لا اقل من 18 سنة من يورينا. ففي الحالة دي مسموح لك تحملي ترانسبورتو كونسنتيتو دي ترانسبورتو باساجيري، مسموح لك تركبي ركاب وراكي. وطبعا الضمانة دي غلط على طول، لان قلنا بنركب باساجيري ورانا واحنا معاملين البطنطة قضوة. القضوة يبقى عندك 18 سنة عشان تعمليها تشطه عني. ممكن في الحالة دي مسموح لك تركبي باساجيري لو موجود السيديا الكرسي وراكي في الموتو، ومكتوب في الكارتة اللي بريتو الكارتة دي الشركولاسيون بتاع الموتوسيكل نفسه، ان ممكن تركبي باساجيري وراكي، وطبعا التأمين كمان يبقى يسمح بالموضوع ده كله. انما هنا بيقول لك مع الاي ام المينو دو اني على الاقل هتقعدي سنتين، 14 وسنتين يبقوا 16 سنة. 16 سنة هتركبي باساجيري اللي هي بالباطنطة اونو، طبعا غلط، لا لازم بالباطنطة ادوا اللي هي 18 سنة، فعشان كده الضمانة غلط. الضمانة الاخرانية دي بتقول نمرة 13 لباطنطة اي ام مع الاي ام دي سي بوي كونسيجويري اكواتور ديتشي اني ديت، يعني بيقولك بتعمليها وانت عندك 14 سنة. وطبعا صح زي ما احنا قلنا بنعمل الاي ام واحنا عندنا 14 سنة، والاونو واحنا عندنا 16 سنة، والاضوى واحنا عندنا 18 سنة، وبتعملي البي اونو وانت عندك 16 سنة اللي هي بتاع الكودا، وبتعملي الالي اعلى من الاهات كلها وانت عندك لو اول مرة بتعمليها وانت عندك 24 سنة فينتي كواترو اني، لو هتعمليها بطريقة دريتو مباشرة. انما لو انت عاملة الاضوى وقعدتي على الاقل سنتين، اضوى 18 والمينو دو اني بعندك 20 سنة، ممكن في الحالة دي بتعملي الباطنة